غادي نبداو نخاو الدروج، ما كان تنخلعو باسكو الدروج راه مكركب بزاف، لاخاطش راه عندي مدة ربع شهور مازال ما نقيه كما عارفين، دونك نحط فيه اي حاجة نسيبها نحط فيه ثم يا ما كان تنخلعو. ضروري كنت نمسح فيهم باش نقلع منهم كاع الغبرة اللي كانت فيهم. غادي نحط هاد الكتوبة ثلاثة باسكو هادو هما النوع تاع الكتوبة اللي نبغي، دونك نحطهم نو وندير معاهم هاد الساعة تاع بيكري نبغيها بزاف بزاف بزاف، دونك نحطها هنايا. بون دروك غادي نبداو الديكور من تحت، بعد ما كملنا هادوك لي زيتاج نبداو هنا من تحت. غادي نحط هذه اللي يديروا فيها السويه، درت فيها بسيلو بلو نوار و فيغ فين نقرا بهم نورمال. بون هادو جايين يلصقوا في كاع البلايص كيما تبغي، تلصقهم في ميكرو ولا في براسلي ولا في نوادر كيما تبغي، مي انا بغيت نلصقهم في هاد الجهه تاع الطابله تاعي جايه كبيره بزاف، دونك بغيت نلصق فيها هاد الحبات تاعهم جايين كولور فيولي. شوفوا هذه اللون تاعي كتبته في هذه الورقه ودرت له لون تاع بنوار وزوقته، كنت قاعده برك هي بنت لي باش نرسم رسمته وقلت علاش ما نلصقهاش في الحيط تاع البيرو تاعي، يجي بزاف شباب جاي كيوت وشباب. وهنا حطينا هاد الستيكي نوت، هذا اللي جاي كبير ومع واحد الزوج ولا ثلاثه نستحقهم باش نكتب فيهم كاع المهام تاعي غادي نديرهم في النهار. وهنا غادي نحط هاد الشمع باسكو انا نبغي بزاف بزاف شمع نشعلهم كي نكون نقرا، سورتو كي نكون نقرا. وما ننساوش الميكرو. وهنا نوادر نحطهم باسكو انا كي كون نقرا يليق نلبسهم، ولي سولينيور باسكو انا نبغي بزاف بزاف ندير نسطر على المعلومات باللي كولور باش نعقل عليهم. بون هذا كنت نقرا في مدرسه خصوصيه تاع سوربان، دونك عطاوهم لي، دونك دائما نحطها قدامي باسكو نبغيه بزاف.
وما ننساوش الكالكولاتريس. الدروج غادي نخليهم حتى نشري الكاي والكسوبة باش نعمرهم.